اتنين خارجين من صلاة الفجر والاتنين جيران، فألقى عليه السلام فلم يرد. قال له ايه يا عم الحال اللي انت فيه ده؟ قال له والله انا في بلاء ومش عارف اعمل ايه. قال له ايه؟ قال له انت عارف ان انا راجل على قد حالي وقاعد في شقة بالايجار، وصاحب العمارة او الشقة اللي انا ساكن عنده يعني بقالي كام شهر ما دفعتش الايجار. قال لي انت معاك مهلة لحد النهاردة العصر تكون خرجت من البيت من الشقة، حتى ولو دفعت الايجار المتأخر عليك. قال له طيب بس روح دلوقتي وسيب الامر لمين؟ لله. قال له يا عم فوض امرك لربنا وتوكل على ربنا، وفرج ربنا قريب ومالكش غير ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. الراجل الكلام يعني ريحه شوي. جاره بقى بيقول ايه؟ بيقول والله العظيم قبل العصر بدقائق جالي احساس كده وكأن هاتف امرني بان اصلي في المسجد الذي في اخر القرية. يعني مش المسجد اللي احنا صلينا فيه الفجر، هي حاجة كده قالت لي انك انت تصلي العصر في المسجد اللي في اخر القرية. الجار اللي بيحكي فيقول فذهبت الى هذا المسجد واذ بي ارى صاحبا منذ 10 سنوات لم نلتقي. راجل شغال في شركة ما شاء الله، وشغال عند راجل عنده من الأموال والشركات كل ما تشاء. أسأل الله أن يرزقنا جميعا بالحلال كله، أمين. صلينا العصر وبعد ما خرجنا أخذني من إيدي كده وقال له يا فلان. قال له نعم. قال له الراجل صاحب الشركة بتاعتنا كان داخل في مشروع كبير، وكان نادر إن لو المشروع ده تم النادر ده لازم يوفيه. قال له ايه؟ عنده عمارة، العمارة دي فيها 20 شقة، ونادر ان 20 شقة دول هيجيب ناس على قد حالها تقعد او تسكن في الشقة لوجه الله. الناس اللي مش قادرة تقعد بالايجار، احنا عندنا 20 شقة، فانت لو تعرف حد يجي يقعد ومن غير ما يدفع ايجار. فالراجل الجار واقف مذهول وظل يبكي. ايه يا عم انت بتبكي على ايه؟ فقال له حصل النهارده كذا وكذا وكذا. قال له خلاص في واحد هيجي يسكن النهارده العصر في الوقت اللي لازم يخرج فيه من الشقه بتاعته. فالراجل ماشي، الجار فرحان مبسوط هيقول له جاره الفقير على اللي حصل. فالراجل الجار وهو راجع قال والله إن هذا الرجل بينه وبين الله سر إنه يخرج النهاردة العصر من الشقة اللي كان ساكن فيها ويروح شقة تانية برضو العصر ومن غير ما يدفع إيجار لو هيقعد فيها طول العمر. والذي رتب ذلك هو من؟ هو الله. رجع الجار على جاره اللي هيخرج من الشقة، قال له حصل 1 2 3. قال له بالله عليك ايه اللي بينك وبين ربنا علشان ربنا يخرجك من البلاء في الوقت المناسب؟ قال والله ما كان هذا الا ببركة الصلاة على رسول الله محمد. قال له انا سبتك بعد الفجر وروحت بقول له زوجتي احنا نجهز حالنا ومش عارفين هنروح فين. قالت له زوجته والله ما يخرجنا الله من هذا البلاء الا ببركة الصلاة على رسول الله محمد. يفرج الله همك بالصلاة على رسول الله، يكشف الله غمك بالصلاة على رسول الله، يرفع الله بلواك بالصلاة على رسول الله، يكثر الله من حسناتك بالصلاة على رسول الله، يمحو الله من سيئاتك بالصلاة على رسول الله. إذا أردت السعادة في الدنيا والآخرة فالزم الصلاة على رسول الله.